كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وأسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعطين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارحمنا بالقرآن واشفنا بالقرآن اللهم إنا نسألك العلا من الجنة ونسألك موجبات رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم زيننا بالقرآن الكريم واشفنا بالقرآن الكريم وأكرمنا بكرامة القرآن الكريم واحفظ أولادنا بالقرآن الكريم وشفع فينا القرآن الكريم برحمتك.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وبتلاوته مأجورين، وعند الجزاء حائزين. Mistake to forgive us. And whatever you heard, it'll be in the mizan of hasanat. The one who listens is like the one who reads every word. May Allah accept from you. Some of us can read, some of us cannot read, but they can listen. Some of us support those who read and those who listen. Oh Allah, we ask Allah that at least we fall in one of the categories of these people, Ya Rabbal Alameen. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassati, wa ij'alna mimman yad'umuna al-Qur'an wa ahli al-Qur'an. Allahumma barik fi al-jami' wa fi al-jam' wa fi man hadra ma'ana wa fi man ghaba 'anna wa arada an yahdur.